تعطينا انتشار ووصول لنخبة من الناس خارج نطاق المتابعين عندنا. نعم. فإحنا مهم إنه نركز مش إنه بس موضوع الهاشتاج، كيف إنه ننشر محتوانا بطريقة صحيحة. تقنياً من خلال استخدام الهاشتاج يفضل استخدام فقط لثلاث هاشتاجات مش أكثر من هيك عشان الناس يركزوا وما يبين إنه سبام. هاي أول طريقة. بعدين إنه نعرف إيش الهاشتاجات اللي لازم إحنا نستخدمها. الأفضل في المرحلة هذه استخدام الهاشتاجات باللغة الإنجليزية. نعم. المنصات اللي ببين عليها الهاشتاج وبنتشر بشكل أوسع هي التويتر ثم الإنستغرام أكثر من الفيسبوك. يفضل استخدام الهاشتاج في المنشور نفسه مش بالتعليقات. ويفضل عدم تكرار ذكر الهاشتاج بطريقة متكررة لأنه هذا ضد سياسة المنصة نفسها.